وقت. وهلا سلمان مكملين اكيد بفقرتنا التاليه. اكيد فرح رح نحكي عن شيء بخص كل الناس، الرياضه والانشطه الرياضيه اللي هي لها كثير طبعا مزايا، وبنسمع عنها قد ممكن تفيد بالصحه وقد هي ضروريه لحتى الشخص احيانا يتخلص من التوتر والقلق وكثير مشاكل. لكن اليوم رح نحكي عن جانب شوي عن بعض التمارين الرياضيه اللي هي ممكن ما تكون كثير جيده او مناسبه بالشكل للمراه، ونحكي عن الافضل دائما. كل هاي المعلومات مع ضيفتنا الاختصاصيه الكوتش هديل سعيد. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباح الخير كوتش. صباح الخير. اول شيء خلينا نتفق انه هل في رياضات معينه المفروض على المراه مثل ما بنقول ما تقرب عليها، او كل الرياضات هي متاحه للمراه على حد سواء شو من كانت الرياضه؟ تمام. هلا اي شخص صحي وسليم كل الرياضات بتناسبه، بس في هلا انا بروح مثلا على الجيم في عندي اصابه، المراه بيكون عندها اصابه بدها تروح تلعب، فانا هون في رياضات ما بتناسبها وغير مناسبه لإلها، هون اجباري رح يكون في مختص يلاحق الحاله اللي هي فيها وتلعبها. هلا انا برايي الشيء المو مناسب مثلا مثل المصارعه، يعني كشكل وك يعني بالنظر انه ما حلوه للمراه، رفع الاثقال الكثيره كمان ما حلو. كمان سيدات في بس هي كشكل ما حلو. بتشوفي في اقبال على هدول الرياضتين او بشكل هلا في هلا صار في بطولات عالميه لإلها، بس نحن عم نحكي كشكل انه للمراه ابدا مو منيح. هلا هي المراه لما بدها تاخذ قرار انه هي تلعب هي الرياضه بالذات، فبدها تكون انه هي دارسه من جميع الجوانب ومقتنعه فيها وقادره انه هي تتحمل العبء اللي بده يكون عليها، ويعني في لها اضرار، فهي بتكون خلص انه اخذه القرار المحتمل انه هي بدها تتحمل. طيب كوتش خلينا نحكي عن السن. اليوم في كتير سيدات بيبلشوا رياضة من عمر مبكر فبيكون مثل ما بيقولوا بيمتلكوا جسم رياضي، وفي سيدات بعمر متأخر بيقرروا انه انا بدي العب رياضة، في منهم ممكن يكون عندهم أمراض مثل ديسك غيره بدانة، هل بتقدر أي سيدة بأي وقت انه هي تمارس رياضة ولا لا كمان لازم شوي شوي تتدرج؟ هلأ تمام كل الأعمار فيها مارس الرياضة، بس هون بيصير في فرق. هلأ طبعا أنا تحت العشرينات اللياقة والمرونة والقدرة البدنية والحمل التدريبي بتكون عالية، فرق عن الأربعين فوق الأربعين. هلأ أنا لما بدها تيجي لعندي مثلا بعمر الأربعين وطالع بدها تلعب جمباز ما بيمشي الحال مثلا نفترض، لأنه هون هي بدها تكون عندها مرونة كبيرة، قدرة التحمل عندها كبيرة، فهون ما بيمشي الحال، فأنا بلجأ للرياضة تانية. هلأ في فرق أنه مثلا عندك رياضة الجمباز بتمارسيها من عمر مثلا بعمر الصغر لو طالع، هون خلص عندك المرونة الجسم كتير منيحة بتقدري تتحكمي فيها، أما مرونة اللي بيكون بسنهم كبير ما فيك تتحكمي فيها، بدك تلجئي للرياضة مختصة معينة لإلها، بدك تبلشي تلعبيها رياضة تدريجيا، تعطيها القدرة التدريبية بشكل منيح لإلها بحيث لا هي تنضر وبحيث تستفاد. كوتش اليوم لما بتجي اي صبيه خاصه الصبايا اللي مثل ما بنقول دخلوا على حياه الرياضه عن جديد وحبوا يغيروا بشكل جسمهم، قد ايه ممكن تنصحيهم بانواع رياضه معينه انه نحن نتبعها مع نظام غذائي معين، وقد ايه ممكن تنصحيهم الابتعاد عن بعض التمارين الرياضيه اللي ممكن تعطي يمكن نتائج سلبيه؟ هلا انا برايي البنات بشكل عام يلجأوا لرياضه الايروبيك والزومبا، هي بتحرق كثير سعرات حراريه، بتساعد لتعطي لياقه بشكل كثير حلو للجسم. هلا انا بتجي عندنا هون في فرق، مثلا عندك بالايروبيك بدك تبلشي فيها تدريجيا، كمان في عندك مستويات، مستوى مبتدئ متوسط عالي، نحن كل مرحله من هي المرحلات بنعطيها تمرين خاص فيها، ما فينا نعطي المبتدئ مثل المبدع يعني او العالي، في هون بقى بتصير في تمارين مختلفه لإلها بنعطيهم اياهم بحيث انه هنن الخبره بتلعب دور بمستوى الصبيه ولا قدرتها البدنيه ولا شو هو اللي بيحدد مستوى الصبيه بالايروبيك او الزومبا ان كان مبتدئ او متوسط او حتى متقدم؟ تمام. هلا اللي بيحدد مستواها هو الشكل،
واللياقة اللي عندها. هلا في عندك على فكرة ما دخل، هو أنا بحس إنه ما دخل سمين ولا نحيفي، عندك كتير سمان عنده اللياقة بدنية فظيعة. يعني أنا بعرف وحدك يعني صحة بترسخ على الأخير بالجمباز، يعني عندها لياقة بدنية عالية، بس هي بترجع للليفت الموجود بالشخص، هو اللي بيحدد هي إذا أنا عندي لياقة بدنية عالية أو لا. طبعا بيصير بأي تمرين بده يفوته، أول شيء بده يفوت المتدرب بده يلعب، بيصير فيه مثل تجربة بدك تعرفي هذا قادر إنه يلعب صح أو عنده مرونة أو لياقة كبيرة. فأنا هون بحدد مستوى الشخص بالقدرة التدريبية، وأنا بعرف إنه إذا هذا شخص منيح ولا لا. هون أنا بحدد إذا مستواه عالي أو متوسط أو مبتدئ. فهلا إحنا أي تمرين بدك تبلشي، بدك تبلشي بإحماء قولا واحدا، هون ببلش يتهيأ الجسم، بعدين بدك تفوتي بالتمرين يوم عن يوم، أنت بتحسي المبتدئ بيصير متوسط، المتوسط بيصير عالي، بيصير بقى في يعني بينتقل خطوة لقدام. كوتش كمان في سيدات بيلجأوا لتمارين معينة اللي هي تعمل مثل نحت للجسم، يعني تمام. في سيدات تقول لك انا ما بحب العب مثلا على البسكليت لانه هي مثلا بتساعد على انه تعمل ارداف، تمام. او مثلا ما بتحرق زياده، فبيحاولوا دائما يدوروا على انواع معينه من التمارين اللي هي بتساعد على تحسين شكل جسمهم. شو بتشوفي الافضل لمثل ما بيقولوا الديفوهات اللي موجوده بالجسم؟ تمام، حكينا هلا قبل، هي الايروبيك والزومبا بتساعد على نحت الجسم بشكل كبير، يعني هي بتحرك كل مفاصل الجسم، ما في يعني شيء محدد، كلياتهم بتنحتهم بشكل كتير حلو وبيعطي رشاقة. الايروبيك هي لما انت بتلعبيها عم تتحركي على الستيب بشكل اسرع بشكل اقوى، كل مفاصلك كلها عم تتحرك، وخاصه هي الديفويات اللي عم تحكي عليها. هلا في كمان عندنا مثلا عندنا السكوات بالنسبه للرجلين، احنا اذا بنلعبها بتعطي كمان شكل ومظهر لائق احسن من اي تمرين ثاني. عندي انا الزومبا لما بدي ارقص وهيك كمان بتساعد على الشد على الحرق بشكل اكبر. انا يفضل انه يندمجوا هاي الرياضتين الايروبيك والزومبا سوا، يعني مثلا 3 ايام هون 3 ايام هون، لانه عندك انت الاثنين عم يحرقوا وبدك شيء ليشد. كمان هلا انه يفضل انه كمان يلعب الواحد يوم او يومين بالاسبوع حديد مشان يشد الجسم، لانه اي لعبه بدك تلعبيها هلا ان كان بالرقص او ان كان على الستيب او هيك عم بيصير في حرقه، بس الحديد طبعا اشراف طبعا مختص بيعرف انه شو الحاله اللي لازم يلعبها. هون بيكون كتير منيح لحتى يصير في نحت تم صحيح وشد بيخلي يعني الصبيه هي تنبسط. طب كوتش برايك في رياضات معينه يمكن بتناسب كل عمر؟ يعني قلنا يمكن لياقه بنت العشرين يختلف عن لياقه سيده الاربعين، فخلينا نحكي عن هذا الموضوع، افضل الرياضات للاعمار المبكره وافضل الرياضيات بنظرك، رياضات بنظرك ككوتش للنساء يمكن فوق 30 او فوق الاربعين. هلا انا برايي الرياضات بعمر الصغير انا بحب انه يلجأوا اول شيء للسباحه، هي كثير مفيده بتحرك كل عضلات الجسم، بتخلي الولد يعني بيربى مثل ما بيقولوا على اللياقه، وبيربى على انه خلص انا بلشت بشيء منيح بدي اكمل. كمان هلا في عندك هلا الاولاد اغلبهم الصبيان بيحبوا الفوتبول، البنات صارت تلجأ للرقص، انواع الرقص باشكالها، كمان للجمباز، في عندك للكاراتيه، الكارديو، هدول كلياتهم بيلعبوها منشان بيبنوا صح. الكبار هلا فينا كمان مثل ما حكينا قبل انه الايروبيك، الزومبا، الرقص كمان. هون انا بحس انه كل الرياضات ما فيك تفرقيها كبير ولا صغير، كل الرياضات بتلعب لأي عمر بيكون يعني، بس هون بترجع على حالة الشخص، مصاب بلعب هيك، مو مصاب بلعب بشي بيناسبني. هون كمان دور الكوتش انه ياخذ كل المعلومات، تمام. ايه هو الاول والاخير هو الكوتش، هو المسؤول عن الحاله اللي بيكون عليها. بس احنا عم نجي اذا وحده ما دخلت جيم عم تلعب مثلا، نفترض هلا في عندهم ما عندهم وقت عم يلعبوا مثلا بالبيت، فهون ما راح يكون في كوتش، هي مسؤوليتها هي، فهي لازم تدير بالها بهذا الناحيه. اما اذا راحت على جيم طبعا اول والاخير هي مسؤوليه الكوتش. نعم،
كمان كوتش خلينا نحكي عن بعض التمارين اللي هي بتتقاطع بين العلاج الفيزيائي وبين الرياضة. نحن بنعرف إنه العلاج الفيزيائي أغلبه غير الجلسات، في تمارين رياضية معينة، اللي عنده مشكلة بالظهر في تمارين لتقوية الظهر، اللي عنده مشكلة أحياناً ببعض المناطق بالحوض وغيرها في تمارين تنوصف من الكوتش. قديش لازم عدد التمارين اللي بنعمل؟ هون بيصير الجدل. أحياناً معالج الفيزيائي بيقلك مثلاً 20 لـ30 تمرين بالمرة الواحدة باليوم مناسب. الكوتش الرياضة بيقول لا، لازم مثلاً نعمل إحماء مثلاً 30 مرة وبالليل لازم نعمل مرة تانية. شو بتشوفي المناسب؟ هلاني برأيي المناسب هون بدنا نشوف اللاعب هل هو بيتحمل انه يعمل 30 باليوم او 30 بالساعة او لا. فينا نقسمون؟ ايه طبعا. ناخد نفس النتيجة؟ ايه طبعا. ما دخل انه انا اهلا غلط، اكبر غلط انه انت مثلا تلعبي بساعة كل التمارين، يعني كل التمارين يكون عندك جهد عالي، هون انت بتنضري. انا ابدا ما لازم يصير انه اعطي انا جهد عالي، لأن هون أنا بدي انضر. لازم أقسم الأوقات والتمارين لساعات، أو مثلا لنفترض مثلا أنا عندي 30 تمرين بعمل، فيني أعمله 10 الصباح 10 الظهر 10 المساء، أنا هون برتاح، ما بيصير في عندي أنا تعب، لأنه بده يصير هون في إرهاق وتوتر للشخص اللي عم يلعب، بده يصير في مثل درجة من نوع الملل، أو مثلا بيصير في عنده أنه أنا ما عاد بدي تعبت، عرفتي كيف؟ فأنا هون لازم أقسمهم منشان أخذ أنا النتيجة الصح. كل شو عم نحكي عن النتيجة الصح، قد ايه بتشوف الغذاء والتمارين الرياضية يمكن كل واحد فيهم بيكمل الثاني وما فينا نستغنى عن اي جزء، خاصة انه في بعض السيد بيقولوا باكل شو ما بدي وبنزل بلعب ساعة بالرياضة بحرق كل شيء، قد ايه هذا المفهوم غلط؟ هل هي كتير غلط؟ لأنه عندك أنت أساسي هي النظام الغذائي، يعني ما فيك أنت مثل ما أنت حكيتي أنه تلعبي رياضة وتاكلي أي شيء، لا طبعاً هون بده يكون في نظام غذائي كتير صحيح وكتير منظم، أنت تعرفي شو تاكلي. هلأ لا يعني أنا ما عليه مرق لي مثلا مره بالاسبوع الاكلات انا اللي بحبها، بس دائما بدي انا كتر من الخضروات، بدي كتر من السوائل لحتى انا استفاد وانزل اسرع. هلا في عالم كثير بتجي بتضل بالجيم شهور ما بتنزل، بس كمان انت ما لازم تكوني كمان متابعه نظامك الغذائي لحتى تنزلي اكثر. وبالوقت كمان كوتش في سيدات بيعتمدوا سياسه التجويع، يعني احنا بنلعب رياضه قد ما بنقدر، قد ما بنقدر بنكثر ساعات، قد ما بنقدر نحبس حالنا بالجيم، ولكن بنفس الوقت يمكن نحرم حالنا من الاكل، ممكن تصير حاله تجويع حقيقي. هي كمان ضرر، يعني هي لا كثرة الأكل مفيدة ولا قلة الأكل مفيدة، أنا لازم يكون نظام غذائي كتير مدروس وصح لحتى أنا أعرف أخذ النتيجة الصح، لحتى أنا يعني مثلا مثل ما قلتي ما فيك تحرمي حالك من كل شيء، بس أنت عندك إرهاق أنت وعم تلعبي ما عاد فيك بتعطي القدرة اللي بتعطيها بالتمرين، مثل أنت لما بتكوني عم تاكلي نظام غذائي صحيح تاخدي أنت هون النتيجة أسرع، تمام. فهلا انا بتمنى انه دائما يكون في تنوع بالتمارين ويكون في تنوع بالنظام الغذائي ويكون بطريقه كثير صح منشان انا اخذ نتيجه اسرع. كمان كوش خلينا ناخذ هيك بعض النصائح للسيدات العاملات. في كثير سيدات بتقول لك انا ما عندي وقت اروح على نادي رياضه، عندي شغل، بعد الشغل عندي بيت ومسؤوليات، ولكن ضمن المنزل بعض الحركات أثناء حتى يمكن التنظيف أو شيء هي تعتبر جزء من الرياضة، مظبوط أو لا؟ وفي بعض الدكاترة بينصحوا أنه الوقوف لفترات طويلة صح بيحرق وزن بس هو بيعمل مشاكل مثل الدوالي وغيرها، لكن إذا يعني هذا الشيء كان معه رياضة فرح يخف هاي الآثار الجانبية. شو هي التمارين اللي بتقدر تعملها ست البيت؟ هلأ أنا رح نحكي أنه بالبيت مو بالجيم. أول شيء هي رح تكون مسؤولة عن حالها، لأنه أي تمرين رح تساويه بدون إشراف مختص هي رح تنضر. هلأ أنا رح أعطيك التمارين السويدية اللي هي فيها تعملها بالبيت بدون أي إصابة. مثلا أنا بدي أمشي مشي بالبيت، مشي الركض بالمكان لمدة ما بتتجاوز العشر دقائق 15 مفيدة. دقيقة مفيدة، بس هون مثل ما قلت لك، بس أنا بدي أكد بموضوع الجري إنه ما يكون عندي إصابة بالمفاصل، لأنه كتير أنا بنضر فيها. يعني أول شيء بدي أتأكد منه بأي رياضة بعملها سواء بالجيم أو بالبيت إنه أنا ما يكون عندي أي إصابة.
هون انا بعمل التمارين بكل سهوله واريحيه. فانا هون بعمل تمرين مثلا تمرين مشي ركض، فيني اعمل تمارين الجزع سكوات الوسب بالمكان بشكل انه ما يضر المراه. انا هون باخذ برتاح نفسيا انه انا عم بلعب وعم بحرق وانا ماني قاعده يعني. بس هلا بالنسبه لاغلب كمان التمارين اللي بتنعمل بالبيت، في عندك تمارين المعده، البطن، الرجلين، الايدين، هي كلها بتنعمل بالبيت سواء على كرسي او انت واقفه. هيك انت بتكوني شغلتي حالك بالبيت، ولو كان ما عندك وقت تروحي على الجيم، وهلا صار في عنا على اليوتيوب كمان فيكي تاخدي تمارين على اليوتيوب وبتساويها كمان بالبيت. هي بتخليكي تمام يعني اذا ما عندها مجال تروح على النادي. تمام. اكيد كوتش هديل، شكرا على وجودك معنا ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا. شكرا لك، نهارك حلو. شكرا لكم كمان. شكرا لك كوتش لكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها.